أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد على مواصلة العمل لتعزيز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات باعتباره من أهم القطاعات الحيوية التي تسهم في خلق فرص عمل نوعية واعدة وتصب في خدمة الاقتصاد الوطني. أشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دائما نحو تطوير خدمات الاتصالات وتقديمها بجودة عالية والتشجيع على استثمار في هذا المجال. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات والسيد مارك زيومان نائب رئيس مجموعة هواي، حيث نوه سموه بالتعاون القائم مع الشركة في تطوير شبكات الاتصالات في المملكة بما يرفض قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مضيفا سموه أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يشهد نموا مضطردا والجهود مستمرة في تعزيز البيئة الحاضنة لهذا القطاع من خلال التشجيع على الإبداع والابتكار وتوظيفه بصورة تخدم أهداف التنمية المستدامة. من جانبه أعرب السيد مارك زيومان نائب رئيس مجموعة هاواي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنمو.